بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. المشاهد الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وأمان غير عاطلات في برنامجكم اليوم دافورينا في هذه الحلقة الخاصة. سنقوم بمحاولة سبر أغوار فكر ريكاردو فورموزين، هو مدرب الهلال والذي استمر الآن حوالي 6 أشهر إلى حد كبير جدا بانت على الناس يعني كيف يعمل وكيف يتحرك، ونستطيع بشكل أو بآخر أن نتوقع ماذا سيحدث في 2021-2022. أيضا سنحاول أن نتحدث عن الملامح العامة لفكره التدريبي ونطبق ذلك على الهلال وما نتوقعه في المرة القادمة. طيب، الفكرة العامة التي يتبناها ريكاردو أو ريكا كما يحلو لجماهير الهلال أن تسميه، هي 5 أفكار أساسية. الاستحواذ أو لا استحواذ، ممكن واحد يسأل يعني شنو يكون هو بيعتمد الاستحواذ أو يعتمد اللا استحواذ، ما ممكن الضدين يجتمعوا؟ لا، هو بيتعامل مع كل مباراة على حدة. قرارك في أن تلعب هذه المباراة بأسلوب استحواذ أو أسلوب لا استحواذ ليس قرارا يرتبط فقط بفريقك، وإنما يرتبط أيضا بالمنافس ويرتبط أيضا بالظروف المباراة. يعني مثلا المباراة لما كانت في مرتفعات عالية زي الهضبة الإثيوبية مع فاسيل، قرر أن يلعب باللا استحواذ. لماذا؟ يريد أن يحتفظ بطاقة اللاعبين لأقصى فترة ممكنة ويعتمد على الهجمة المرتدة السريعة، ونجح في رأيي الشخصي برغم أنه في حديث كثير عن هذه المباراة وأنه الفريق تلقى هدفين في آخر 15 دقيقة، لكن ده لا يعني انه الاسلوب لم ينجح، وهو اسلوب اللا استحواذ. طيب، لما رجع ليه لعب باسلوب اللا استحواذ؟ لعب باسلوب اللا استحواذ لانه الراجل اللي جايك من الهضبة العليا ده كريات الدم اللي فيه طويلة، وبالتالي لا زالت طاقته كبيرة، ونزوله لتحت في على تحت المستوى اللي كان بيلعب به، ولا يعني انه فقد طاقته، بالعكس الآن يستخدم الطاقة بتاعته دي بسهولة مع وجود كمية كبيرة من الأكسجين، وبالتالي أيضا ترك له ولا يستحوذ. في مباراته مع المريخ الأخيرة لعب بشوط ترك الكرة للمريخ، والشوط الثاني استلم الكرة، يبقى هو نفذ الاثنين مع بعض في مباراة المريخ أو مباراة القمة الأخيرة. وبالتالي الفكرة الأساسية هي الاستحواذ. هو معظم مبارياته اللي لعبها في المرة الفاتت أو في خلال الفترة اللي فاتت كان يعمل على الاستحواذ على الكرة، ثم التدرج مرحليا لبناء الهجمة. وبالتالي الاستحواذ هو فكرته الأساسية، لكن هذا ليس فقط لأنه ده فريقك وبيقدر يعمل كده، إنما أيضا لأنه هنالك فريق آخر بيلعب معك، هنالك ظروف محيطة بكل مباراة، وبالتالي هو يتأرجح بين الاثنين. لكن نستطيع أن نقول 75% استحواذ و 25% في ظروف معينة يلعب بأسلوب اللا استحواذ. أيضا فكرة الأساسية هي سرعة الانتقال، سواء كان هذا الانتقال هجومي أو دفاعي. بمعنى إذا أنت الكرة عندك وبتبني فريق، عايز تنقل إلى الفريق إلى منتصف ملعب الفريق المنافس بأقل عدد من النقلات، أو حتى إذا كانت عدد النقلات كبيرة لكن بالسرعة المطلوبة التي تزعزع أو تضعضع مواقع الفريق الآخر المنافس. إذا أنت بالدافع يجب أن تعود بسرعة، وكل لاعب يعود إلى مركزه لكي لا يمنح المنافس أي مسافات تسمح له بأن يلعب بين خطوط الفريق، ودي شاهدناها في مباراة المريخ الأخيرة حينما لعب. إحنا لأي زول لو رجع لتحليلنا للمباراة الأخيرة بيعرف ماذا فعل في الدفاع وماذا فعل في حالة الهجوم. مبدأ العام، الهجوم خير وسيلة للدفاع، ده مبدأ العام.
ان هو يفضل يهاجمك، لكن ايضا ده مرتبط بالمنافس. انت لما تلعب بلا استحواذ معناه تترك للفريق فرصة ان يبني هجمة، وبالتالي بتعتمد على قدرتك على امتصاص هذه يعني كيف يمكن انت تمتص هجمات الفريق المنافس لما تلعب بلا استحواذ. طيب ايضا عنده من صفاته العامة خلق المساحات في حالة الهجوم وتضييق في حالة الدفاع، ده مبدأ عام عنده، وده بيعمل به بين النقطة رقم 5 إما بالضغط العالي أو الضغط المتوسط، وفي بعض المرات ممكن يلعب حتى على المنطقة أو محاولة بناء جزر تعزل فيها لاعبين المنافس زي ما حصل في مباراة المريخ في الشوط الثاني وفي الشوط الأول نفسه، لأنه الشوط الأول كان الشوط الثاني كان امتداد لفكرة الشوط الأول. دي الفكرة العامة بتاعته. طبعا بعد كده كل مباراة لها خصوصيات وكل مباراة قد تفرض يعني إضافة مجموعة أخرى من النقاط مرتبطة بقدرات الفريق المنافس وأيضا طبيعة المباراة وموقعها في الجدول وأهميتها ويعني أشياء كثيرة من هذا القبيل. فاصل ونواصل. طيب بعيدا عن كل الأشياء التي سيقوم باختيارها، استحواذ أو لا استحواذ، هيلعب ضاغط، هيلعب بمنتصف، بكل الأشياء اللي تحدثنا عنها قبل الفاصل، هو لكي يؤدي ما عليه وتمشي المباراة كما شاء ويقدر يسيطر عليها عايز لاعبين بمواصفات معينة، في صفات عامة وبعد كده صفات خاصة في كل مركز أو في كل لاعب قد يستفيد منها. يعني أول صفة هو عايزة إنه اللاعب ده يكون شخصيته قادرة على اللعب وعلى الفوز، وقديما قالوا يعني إذا قدرت إنك أنت تعمل لك فريق قادر على الفوز يبقى كويس، إذا ما قدرت ما لقيت لاعبين رغبتهم الأساسية هي الفوز الأفضل أن تجد لاعبين ما بيقبلوا الهزيمة. فدي دي مسألة غاية في الأهمية. فيبقى من أهم حاجة عنده هي الصفة الشخصية للاعب، لذلك حنشوف إنه في اختياراته أن إحنا وفي المجموعات اللي قدرت تدخل وتثبت نفسها صفة اللاعب الشخصية كانت مميزة وكانت قادرة على إثبات وجوده ووضع يعني رجله بالكامل أو قدميه الاثنين داخل الملعب. الحاجة الثانية السرعة، كل ما كان اللاعب سريع كل ما كان من عنده صفة بيحبها هذا الرجل. السرعة ذاتها ممكن نعملها مع المهارة برضو، لأن المهارة برضو حاجة مهمة جدا. شنو هي المهارات بتاعت اللاعبين ديل؟ طيب اللاعب سريع لا وبيقدر يحاور وبيعكس الكرة يبقى ده كويس، لكن لاعب سريع وما بيقدر يحاور وما بيقدر، اللاعب مثلا عنده مهارة انه مع واحد لواحد يقدر يتحرك كويس زي محمد عبد الرحمن مثلا، فده لاعب بالنسبة له هو لاعب جيد. لاعب عنده مهارة انه مثلا التمريرات بتاعته أقل وسريع التفكير، دي مسألة مهمة جدا. الصفة الرابعة اللي مفروض تكون في اللاعب اللي هو بيختاره هي قدرة العالية على التركيز وقدرة العالية على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. مفروض يجيب جون هسي شوت هو يجيب جون، مفروض يلعب الكرة باص يلعب الكرة باص جيدا، يكون مركز كل المباراة ما تفوت ولا ثانية ويقدر يتوقع المنافس بيقدر يعمل شنو. أيضا القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليه، دي الصفة الخامسة، وده دي مسألة مهمة جدا ودي مشكلتنا نحن، مشكلة كل لعبتنا بلا استثناء، إنه اللاعب ممكن يكون سريع ممكن يكون ماير ممكن يكون بيركز كويس كده لكن بيلعب كورته هو بس، الكلام اللي بيقوله له ما بينفذه. يعني في بعض المرات أنا بكون محتاج للاعب ما يلعب الكورة مثلا أنا خلينا نأخذ لاعب زي محمد عبد الرحمن وكلنا ما بنختلف عليه، لكن هو مثلا ما داير محمد عبد الرحمن في المباراة دي مثلا، نقول حيلعب مع المباراة ألف مثلا مع الفريق إكس مثلا،
يا طيب، عايز يشغل الفريق اكس بمحمد عبد الرحمن، فمهمة محمد عبد الرحمن هي توسيع المساحات عشان الاخرين يجوا من الخلف يجيب جون. ما بالضرورة محمد يجيب جون، ممكن يجيب جون ممكن ما يجيب جون حسب ظروف الملعب، لكن الفكرة الأساسية بتاعته مثلا على سبيل المثال انه والله هو عايزه يشغل لي المدافعين عشان الناس اللي بيجوا من الخلف دي، لانه بنى باقي الكور كلها بتاعته انها تجي من الخلف. يبقى محمد عبد الرحمن لما يصر انه يستلم الكوره هو ويمشي لغايه ما يجيب جون بيكون كسر المطلوب، حتى لو احرز جون وحتى لو الفريق فاز. يعني حتى لو احرز جون والفريق فاز، فالشكل الفريق او شكل اللعب بيكون فيه شتارة، فيه حاجة غلط. يعني اي زول بيفهم كورة حيفهم انه في الحتة دي في حاجة غلط، بس هو ما قادرين يعرفها يعرفوها شنو. وبالتالي فاي لاعب هسه الان ما قاعد يلعب في الهلال ربما تكون اهم مشكلة فيه هي انه قدرته على تنفيذ المهام الموكلة اليه. يعني يكونوا قالوا له في التمرين مثلا يا اخي احنا عايزينك تلعب في المكان ده ويجب ان تتحرك، في زول برا بيرصد حركه هذا اللاعب. يعني فورمزينيو ده لما يجي يدخل الميدان ويدرب، وفي ناس كتار جدا الان يعني زعلانه في انه هو ما بيلعب مباريات وديه، لكن انا ده ده رأي. انا ما شفت التمارين، لكن دي طريقه البرتغاليين بالذات في الليل. بيجي بيكون برا قايل اللي بتاع الاداء الليله انا عايزك تركز لي على اللاعب الف واللاعب باء واللاعب جيم، وعايز اشوف كيف بيتحركوا في الملعب وانا مديهم المهام دي، هل حيعملوها ولا لا؟ وبعد كده ما بيشتغل بهم، بيمشي تاني يرجع يشوف الراجل ده كتب له شنو، فبيكون عارف انه ده زولو ولا ما زولو، وبالمده بيعملها. لما يقول لي واحد مثلا يا اخي انا عايزك تنقص وزنك ده 10 كيلو في خلال شهر، الشهر يمر الوزن لسه بدل ما ينقصه 10 كيلو زاد 2 كيلو زياده وهكذا، فده لاعب ما بينفع معه في الاساس، يعني ده ما لاعبه، وبالتالي بتبقى فيه اشكاليه في انه يديه فرصه عشان يثبت وجوده. احنا ناس نام الحاجات دي ما بعرفها بصراحه، مشكله كبيره جدا. وانا كثير من الناس اللي بيدربوا يعني قدرت اتواصل معهم، فكانوا يشتكوا جدا مش في مهاره اللاعب ولا في سرعته، لانه دي حاجات اشبه بانها موروثه. لكن لما نزول يقولوا له اعمل حاجه انت كلاعب محترف يعملها حتى لو ما مقتنع بها، لانه قدرتك على التنفيذ بتدي احساس بانه هو ممكن الاعتماد عليه. فاصل ونواصل. طيب يا جماعة، هنا حنبتدي نتكلم على الفريق داخل الميدان، كيف يفكر فورمزينه في هذا الفريق، وكيف يتحرك هذا الفريق دفاعا وهجوما، وحناخدها خط خط. ماشي. الحاجة الثانية واللي عايز يركز عليها، ما تركزوا على الأرقام اللي موجودة دي، الأرقام بتاعت اللعيبة الموجودة دي ما أرقام اللعيبة، دي أرقام البوزيشنز، أرقام المركز. فاثنين ده مركز اثنين، الباك اليسار اليمين، ثلاثة مركز ثلاثة اللي هو الباك الشمال، أربعة وخمسة دي المراكز قلوب الدفاع، ممكن يكون فيها أي لاعب، ممكن يكون فيها نفس اللاعبين، وحنتكلم عن القصة دي. لكن أنا بس ما داير التركيز عشان القصة دي تعني لك لاعب معين، ده ما لاعب، احنا بنتكلم دلوقتي على المراكز فقط. كويس. وبعدينك حنجي نشوف هو بيفكر في شنو بالنسبة للاعبين الموجودين واللي جايين. طيب، مبدأ دلوقتي ده دفاع الهلال، فيه حارس مرمى وأربعة مدافعين، دي الطريقة اللي لعبها في كل المباريات بتاعته، وبالتالي دي غالبا الطريقة اللي حيستمر بها انه يكون عنده أربعة لاعبين. طيب، هل ممكن يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة؟ أي حاجة ممكنة، لكن احنا بنتكلم على حسب قراءتنا له، فدي الفكرة الأساسية، حسب قراءتنا ليه دي هي الحاجة الأساسية. طيب، إحنا عندنا نبدأ بالظهيرين الأيسر والأيمن، ونحاول نطبق القصة دي في الهلال. هو بيلعب بظهيرين، واحد بيلعب على طول الخط وواحد بيلعب إلى منتصف الملعب.
دي فكرته الأساسية، يعني ما عايز يلعب أو لم يتح له الفرصة ليلعب باثنين طيارات أو اثنين قاعدين في محلتهم ما بيتحركوا، لا عادة هو يقسم المسافة أو يقسم الاثنين إلى لاعب بيلعب من الخط إلى الخط، يعني زي فارس مثلا في الهلال اللي هو بيلعب في الظهير الأيمن، كان في الظهير الأيسر عفوا، بيخليه يلعب على طول هذا الخط، سواء لعب فارس أو لعب بويا أو لعب عمر المصري، مهمة هذه المنطقة هي اللعب على طول الخط. الآن بحسب ما ذكر هنالك لاعب آخر تم تسجيله في هذه المنطقة، كان بيلعب في الأهلي شندي، ثم مشى لعب في السعودية والآن تم تسجيله في الهلال، فيبقى عندنا 4 لاعبين في هذه المنطقة بالترتيب. الآن هم فارس ثم عمر ثم بوي، بيجي هسي الرابع الهسي لعب ده، يبقى ده الخط الموجود، مهمة هذا الخط هو اللعب على طول الخط، ليس ذلك فحسب، لكن من مهمة هذا الخط أيضا هي الدخول. طيب نجي نشوف القصة اتطبقت، نعم اتطبقت في كل المباريات الفاتت اللعب الهلال خارجيا وداخليا، لكن كانت في مشكلة في لعب فارس بالذات في الحتة دي، لأنه فارس كان بيجي في تلتين الملعب ويعكس الكرة أو يسلمها. لو لاحظنا أنه فارس في المباريات الأخيرة بيجي يصل لغاية نهاية هذا الخط ويعكس، أو يصل لغاية جوا ويعكس، والهدف الثاني اللي جه في المريخ كان بهذه الطريقة، هي دخول فارس إلى هذه المنطقة، اتلعبت للكرة من بر الخط إلى عبر الشغيل، هنا مواص جميل جدا، لعبه طوالي لياسر، ياسر حرز منه هدف. طيب من الحاجات اللي حتوكل لفارس إنه هو نفسه يجيب جون، فارس أو من يكون موجود، لأنه ميزة هذا اللاعب مش بس عكس الكرات، كمان يزيد عدد المهاجمين لما تكون اللعبة من هنا. طيب في الجانب الآخر المسألة عكسية، مهمة هذا الظهير هو أن يلعب حتى منتصف الملعب، وأن يلعب أيضا إلى داخل الخط، وأن يغطي خلف زملائه، وبالتالي دي كانت مهمة هذا الجانب، وعشان كده بيلعب هنا بيقدم السموال على مؤيد. كثيرين الناس بتتكلم على انه مؤيد مظلوم وكده وبتاع، دي ما وجهة نظرنا احنا، لكن وجهة نظر المدرب انه هو عايز يلعب بواحد كده وواحد كده. لو كان مؤيد افضل من 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 فارس، كان حيخلي مؤيد يلعب على طول هذا الخط، بينما يلعب اللي بيلعب هنا يكون زي السموال، بيكون ثابت هنا. عشان كده هو لما يحرك السموال نفسه يجيبه باك ليفت، بينزل مؤيد هنا ويلعب به لغاية قدام، ودي حصلت في مباراة مازيمبي الفيلو منباش، انه نزل مزمل، نزل مؤيد ودى السموال بالشمال، وبالتالي السموال كان مهمته يلعب لغاية نص الملعب، وانه يلعب لجوه، وانه يلعب خلف المدافعين. فالفكره كده، يعني انا ما داير اقول يظلم المدرب او يظلم لاعب او يعني يتحدث حديث ما عنده علاقه بالواقع. طيب عنده ايرينج وعنده وتارة هنا، ديل افضل اثنين طبعا، بره في وضاح وفي الطيب وفي برضه بوي ممكن يلعب في المنطقة دي. أفضل لاعب عنده في هذه المنطقة هو إيرينج. طيب إيرينج شاب صغير أجريسيف شوية، يعني لعبه فيه بعض القوة يعني، وعنده مهام كثيرة جدا أكبر من الإمكانات بتاعت بناء اللعب، بمعنى إنه هو بيلعب خلف
يغطي المنطقة خلف فارس أو خلف الظهير الأيسر أيا كان منه لمن يتقدم، وأيضا بصحح أخطاء وتارة، وأيضا عليه أن يبني اللعب. الكلام ده كتير بالنسبة له، لذلك الهلال محتاج إما أن يرتفع وتارة ويبقى هو آخر لاعب ويبني اللعب بشكل أفضل مما كان، لأنه نحن شفنا في كل مباريات وتارة بيستلم الكرة بيقدمها قدام بيطلعك خالص عالية، ودي مسألة ما مطلوبة. لا بد من لاعب لبناء اللعب، لذلك هو يبحث عن الاثنين البرة جربوا ما نجحوا في بناء اللعب وعندهم نفس الأخطاء بتاعت وتارة، اللي هم الطيب والضاح. ومع ذلك هو لغاية الآن متمسك بهم، يعني هو ما قال ما دايره لكن قال متمسك بهم. طيب وتارة مفروض انه يبني اللعب هنا ويمشي واحدة واحدة لغاية منتصف الملعب، يسلم الكرة لمنتصف الملعب أو هو نفسه يسلم منتصف الملعب، ممكن يمشي ممكن يشوت كرات ثابتة زي ما احنا قاعدين نشوفه، هو ذاته ممكن يحرز هدف. نفس القصة بالنسبة ل إيرينج أو الزول اللي بيلعب هنا، ممكن جدا يلعب يحرز هدف، ممكن يلعب يمشي بالكرة يشوق لغاية قدام وكده. ده بالنسبة للهجوم. في الدفاع يجب أن يرجعوا كلهم مع بعض ويكونوا هذه الحدوة قدام بعض، وفي الكرات العكسية لما يكون الكرة في مواجهتهم، في الكرة البتجي لابد للطرف اليمين أو اليسار أن يغطي الكرات العكسية بالإضافة إلى الظهير المعكوس اللي هو مش الظهير، قلب الدفاع الثاني، اللي هو انه انت تلعب كآخر لاعب، وايضا في الكرات العكسية تستطيع ان تخرج الكرة الى الخارج. فدي المهام الأساسية دفاعا وهجوما. هذا الفريق على الرغم من بعض الأخطاء الكثيرة الموجودة فيه، لما نضيف له أبو 20 هنا بيبقى الدفاع ده ثابت لغاية الآن، ما فيه أي مشكلة. ثابت مشكلته إنه البدائل أقل شوية من جوه، يعني أنت مثلا بتكون عندك مشكلة لما السماوال ما يلعب، لما أوتارا ما يلعب، لما إيرينج بالذات لما إيرينج ما يلعب، ولما فارس ما يلعب الأداء ما بيكون بنفس الطريقة للأربعة لما يكونوا مع بعض، ودي مشكلة لأنه دكة الاحتياط أهم من البلعب جوه. أنت ما بتعرف الظروف مع اللي بيحصل ده. فده فيما يختص بخط الدفاع. دي المهام بتاعته الهجومية والدفاعية، مهمته جدا إنه يعمل حسابه، وما ما دفاعيا يجب ان يكون اجريسيف، لكن انا ملاحظه انه الاجريسيف الوحيد الموجود هو ايرينج، يجي بعده الى حد ما السموال يعني، لكن هنالك لين في التعامل مع الدفاع فيما يختص بالباك الشمال ايا كان. حتى عمر المصري ليس ما عنيف يعني، وأوتار أيضا ليس عنيفا، الطيب ما عنيف، والضاح ما عنيف، دول كلهم ما عنيفين يعني ما عنيف، وأنا بتكلم على العنف الإيجابي القوة يعني، ما قوي في لعبه، ما بتكلم على عنف بمعنى إنه هو يمسك الناس يضربون يعني ليس بهذا المعنى. الأسهم وكذا بتوريك كيف الناس دي كانوا بيتحركوا أو مفروض عليهم أن يتحركوا. فاصل ونواصل. طيب ننتقل الآن إلى وسط الملعب. نحن هنتعامل مع وسط الملعب على أساس تنظيم اللعب 4-3-3، لأنه ده التنظيم اللي عايز يصل له في النهاية فورمزينهو حسب اعتقادنا. فورمزينهو الآن بيلعب أساسا بتنظيم بيعتبر أحد مشتقات هذا التنظيم اللي هي 4-2-3-1.
واحد. لكن احنا اخترنا هنا عشان تسهيل بس، نسهل كيف المسائل دي بتتم وكيف بيتعامل معها. طيب فورميزين هو او ريكاردو او ريكا كما يحلو لجماهير الهلال ان تسميه، بيعتمد او داير يصل الى مثلث وسط، يعني بقاعدة مقلوبة باتجاه مرمى المنافس، ورأس المثلث يكون باتجاه الهلال. ده اللي عايز يصل له. الآن بيلعب بتنظيمات مختلفة ما بتبين هذه الحقيقة، لكن لو انت شفت آخر مباراتين أو ثلاثة وحللتهم بشكل جيد هتلقاه إنه هو يسعى إلى هذا الأمر. طيب الحقيقة في الخط ده أحدث تغييرات كثيرة. كانت مشكلة الخط ده في الهلال إنه بيعتمد على لاعبين قدراتهم الدفاعية جيدة جدا، لكن متشابهين حتى في قدراتهم الدفاعية، بيعتمدوا فيها على القوة الجسمانية في الأساس، وبيعتمدوا فيها على القدرة على افتكاك اللعب لا والكرة، لكن بناء الهجمة كان بيكون فيه مشكلة. وعلى الرغم من كده الهلال من 2015 استفاد من هذه الحالة الدفاعية الموجودة، وكانت عنده مشكلة ثلاث أشاكل أساسية. أول شيء التشابه في المهارات، كانت في بطء في اللعب وبطء في بناء الهجمة، وبالتالي كان دائما نشوف إنه الهلال جيد جدا جدا حينما يلعب خارج أرضه، لأنه بيلعب كومباكت، بيلعب منقلق على ملعبه، وبالتالي المساحات ما بتكون كبيرة. أول ما يجي السودان ويلعب داخل الأرض ويحاول يفتح الماتش بتحصل هزيمة. حصلت القصة دي مع التطواني، وحصلت مع الاتحاد، وحصلت مع النجم، على الرغم اننا احنا كنا غالبين النجم في سوسة 1-0، ومع ذلك جينا اتغلبنا هنا 2-1، وهكذا حصلت في اكثر من حالة. وكان القصة دي بتتطلب انه نفهم السبب شنو. طلب الحقيقة في الوقت ذاك من بعض الناس رأينا في هذه المسألة، فقلنا إنه يا أخي الهلال ده لازم من 2015 لغاية قبل ما تجي التطبيع دي كان مفروض أن يلعب كمدافع حتى داخل ميدانه. واقترحنا أن يلعب بالطريقة الإيطالية اللي هي الكاتيناتشو، لكن يعني القصة دي كانت بتكون يعني ما جابت زي ما بقولوا دخل زي ما بقولوا. ليه؟ لأنه في ناس كانت بترى لا والله الهلال يستطيع أن يلعب هنا، لكن الحقيقة ما كان كده. الهلال طبيعة تكوينه ما كان بتسمح له بأن يلعب مهاجم على الإطلاق من 2015 حتى وإحنا جايين إلى 2021، فلينا 6 سنوات بهذه القصة، وبالتالي كان هنالك محتاج إلى تفكير ليه كانت بتحصل. طيب جاءت التطبيع، تم إضافة مجموعة لاعبين في وسط الملعب لديهم قدرات دفاعية جيدة لكن لديهم مهارات مختلفة، وعندهم قدرة على بناء اللعب، وبدينا نشاهد ذلك مع فورميزينهو أو مع ريكا. وكان أول ما لفت نظر الناس هو استخدامه للاعب مجاهد، انه قدر يوظف اللاعب مجاهد توظيف جيد جدا. نسأل الله يعني ان يعود من الإصابة بشكل جيد وان يكمل مع زملائه في الهلال، لكن دي كانت بداية التركيز انه هو عايز يشتغل، او بداية لفت الانتباه انه هو عايز يشتغل على الوسط ويغيره. طيب لو تلاحظوا في مباراة المريخ الأخيرة والمباريتين بتاعت فاسيل، هو لعب بلاعب ارتكاز ما لاعب ارتكاز. طيب تاني مرة الأرقام الموجودة دي أرقام مراكز ما أرقام لاعبين. ده المركز، مركز 6 ومركز 8 ومركز 10.
طيب جاء في مركز ستة، ما لعب بلعبه الكلاسيكي اللي بيلعب في مركز ستة. لعبه الكلاسيكي اللي بيلعب في مركز ستة هو الشغيل، ده اللاعب الكلاسيكي اللي بيلعب في هذا الملعب، وهو من يعني أفضل لاعب في العشر سنوات الأخيرة يلعب في هذا المركز في مركز ستة. لكن مشكلة هنا مشكلة الشغيل إنه هو لاعب كلاسيكي، هو ما كان عايز لاعب كلاسيكي، كان عايز لاعب عنده قدرة على أوش، عنده مهارة عالية أعلى من الشغيل، وعنده في نفس الوقت قدرة على بناء اللعب من الخلف، وعنده ندرة في الأخطاء، سواء كان في الأخطاء في التمرير أو الأخطاء في افتكاك الكرة. ولقى بعد مجاهد، لقى المسألة دي موجودة في بوجبا، عشان كده في لعبة المريخ لعب بوجبا في مركز ستة. طيب يعني شنو تلعب واحد حريف وعنده قدرة على البناء وكان بيلعب في مركز ثمانية أو مركز عشرة تيجي تجيبه تلعبه في مركز ستة؟ طيب أنا حارجع عليكم في إيطاليا، آخر واحد كان بيلعب في إيطاليا بهذا الشكل هو بيرلو. بيرلو كان بيلعب في هذا المكان وكان بيلعب رقم ستة، لكن رقم ستة بشكل مختلف، واستطاع أن يوظف بوجبا خاصة في مباراة المريخ ليلعب بوظيفتين. الوظيفة الأولى هي الريجيستا. الريجيستا هي كلمة إيطالية ويقصد بها اللاعب اللي بيلعب في مركز ستة، لكن هو لاعب صاحب مهارات عالية وعنده قدرة على البناء، اللي هي نفس الطريقة بتاعت بيرلو اللي بيلعب بها، لكن أضاف له صفة جديدة هنا. ونحن تكلمنا في جزء منا لما تكلمنا عن هلال المريخ الأخيرة، في حاجة بسموها الأنتي تن، أنتي بوزيشن تن، اللي هو اللاعب الذي عليه إيقاف حركة اللاعب مركز عشرة في الفريق المنافس. المريخ كان عنده لاعب خطير جدا يلعب في مركز عشرة، وأظن يعني ما حنختلف في قصة دي، اللي هو التش. فكان عايز يوقف التش ده، لأنه التش عنده ميزة اللعب بين الخطوط وعنده مشكلة المراوغة. ما نزل له الشغيل خلاه يلعب محله، لا، خلاه يلعب، خلى الزول اللي بيراقبه ويكون مسؤول عنه في أي مكان يمشي له في القدام أو بعد وسط الملعب هو بوجبا، وخصصه في هذه المسألة اسمه أنتي بوزيشن تن، اللي هو بتجي أنت أو نحن بنقوله أنتاي بوزيشن تن، ده يعني أنتاي بوزيشن تن، ده كان أهم لاعب، وده ما بيوظفوا لا أي لاعب عشان يكون أنتاي بوزيشن تن، لازم يكون اللاعب ده حريف. حاول قبل كده ماتيوس لما لعب ضد مارادونا في سنة 86، لكن مارادونا طبعا يعني على احترامنا لماتيوس وإمكانياته وكده، لكن مارادونا كان أفظع من كده، وبيحاولوها كثير جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا ضد ميسي، والفرق كثير من الفرق اللي تلعب ضد ميسي، لكن ميسي برضو لاعب سوبرسونيك، يعني ما صعب التعامل معه لما تيجي تتعامل معه كنمبر 10 وكده، فهو فظيع. يعني مشكلة ميسي انه هو لاعب، يعني ميسي مثلا ما مراوغ، الكلام اللي حقوله ده ربما الناس تضحك عليه، لكن هو ده الحقيقة. يعني مثلا ميسي ما براوغك، مجموعة الحركات اللي بيعملها عشان يراوغ واحدي، المدافع عارفة، المدافع عارف انه ميسي هيعمل كده،
لكن ميسي عنده سرعة، عنده سرعة في عمل هذه الحركات بتفرق ثواني معدودة بينه وبين المدافع، عشان كده المدافع ما بيقدر يتعامل معه، هو بيعمل نفس الحركات اللي بيعملها. يعني ما قاعد مثلا، ما زي رونالدينو مثلا، ما زي نيمار، يعني ده بيراوغوه كل مرة بحركة جديدة، ده ما بيعمل كده، عنده حركات واحدة اللي هي بيعملها، لكن السرعة اللي بيعمل بها الحركات دي لا يستطيع أي جسم بتاع مدافع أن يتعامل معه، عشان كده بيمشي زي في الناس زي السكينة في الجبنة، ما بينفع معاه، والزبدة ما بينفع معاه، الأنتايتن، المهم انه هو حاول ان يوظفها ونجح فيها، طبعا نجح فيها في المباراة دي، ونجح فيها ايضا في مباراة فاسيل، الاثنين نجح فيهم بشكل جيد جدا، وقدر يقدم يعني مستوى رائع جدا. يبقى هو عايز يلعب بلاعب ارتكاز واحد ما اثنين، عايز يلعب بلاعب مركز 8 واحد مش اثنين، وعايز يلعب بلاعب مركز 10 واحد ما اثنين. والاسهم دي الاسهم الافراد بتوريك كيف تحركاتهم، المفروض يتحركوا كيف، اللي بيتحرك عمودي، اللي بيتحرك لورا، يعني مركز 8 اللي هنا ده اللي هو احنا نجيبه هنا مثلا، ده لو كان صلاح مثلا، صلاح يقوم لازم يغطي ورا فارس هنا، لازم يقطع هنا اذا جاء الجناح، لازم يرجع ورا اذا كان في حاجة لأي حاجة لمساعدة يجب ان يتم. مركز 6 اللي هو نفترض انه بوجبا، هيرجع برضو يلعب، يسقط ما بين ايرينج اول ما بين قلبي الدفاع، يستلم الكرة، يبتدي الكرة جديد، عليه أيضا أن يراقب مركز 10 البيجي من الناحية دي. مركز 10 هنا ده مركز 10 اللي تابع للهلال، ممكن يكون أي لاعب، خلينا نقول مثلا عبد الرؤوف أو زي ما لعب في مباراة المريخ الأخيرة الشغيل، مفروض يمشي بهذا الاتجاه، مفروض يلعب كده، مفروض يغطي هنا بكل الأشكال اللي المفروض يعملها. دي التحركات في حالة الدفاع، ودي هنا تحركات في حالة الهجوم. من المهم جدا أن يتمركزوا بشكل صحيح، بحيث لا يمكن لأي فريق منافس أن ينفذ بين الخطوط، لأنه أخطر حاجة هي محاولة إيجاد لعيبة بتسقط وتستطيع أن تستلم بين الخطوط من المنافس، بتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا، والتعامل معهم بيكون صعب. طبعا نمبر 10 هنا اللي هو مركز 10 ومركز 8 من مهام أيضا أنه يحرزوا أهداف، ليس من مهام الريجستا أو مركز 6 أن يحرز أهداف، لكن لا بأس إذا وصل وقدر يحرز أهداف، عشان كده شكل المثلث بتاعه ما سهم، ده ما وظيفة أساسية له، لكن ممكن يعمل أسيست من نص الملعب، بحيث أن يمكن مهاجم أو يمكن أي من هذين في إحراز هدف. دي ببساطة الطريقة اللي خط الوسط مفروض أن يلعب بها في الهلال. احنا اخترنا ان يكون هنالك 3 بوزيشنز او 3 مراكز للعب، عشان تسهيلا للمسألة، ليس اكثر، يعني ما حاجة اكثر من كده. برضو ليس بالضرورة دائما ان يلعب الهلال ب 4-3-3، ممكن يلعب ب 4-2-3-1، وبالتالي في بعض المهام بتختلف، ده حسب المنافس وحسب اللعب العادي. فاصل ونواصل. طيب هنا بنجي نشوف نحن الثلاثة لعيبة بتاع خط الهجوم، وهنا برضو احنا بنتكلم على الارقام الموجودة دي ارقام مراكز، مركز 11 اللي هو الجناح الشمال، مركز 9 اللي هو رأس الحربة، ومركز 7 اللي هو الجناح اليمين. احنا بنتعامل دلوقتي كأنه الهلال بيلعب 4-3-3، ودي الفكرة اللي عايز يصليها الراجل ده داير يلعب في النهاية ب 4-3-3، يعني عايز يلعب كده، وبالتالي نحن الآن بنحاول قدر المستطاع أن نعرف
هو بيفكر في كيف وعايز يعمل شنو. طيب احنا قلنا نبدأ من الشمال هنا. احنا قلنا لو بتتذكر الجبال قلنا انه واحدة من مهام فارس او الباك الشمال انه يلعب لغاية نهاية الخط. فاذا كانت دي الحقيقة، طبعا في الهلال حسينا انه فارس لكن نفترض انه هي دي الحقيقة، يبقى مهمة الجناح دائما انه يبدأ من بعد النص بسيط كده ويمشي لقدام، وفي الغالب اهم شغل بتاعه انه يمشي الى الداخل، وده اللي احنا قاعدين نشوفه لما نبازر يلعب او حتى لما الشعلة بيلعب، دائما بنلقاه في المنطقة دي عشان يقدر يزيد مع محمد عبد الرحمن هنا اللي هو اللاعب بتاع رقم 9. طيب برضو جبالي قلنا انه الهلال عنده الباك اليمين ما بيتحرك الا لنص الملعب، ده ليه؟ لانه هو داير يعتمد على الجناح اليمين خاصة بعد نجاح ياسر وعودته من الإصابة، أصبح إنه ياسر مهمته إنه يسوق الباك الشمال بتاع الفريق المنافس إلى النهاية، فده اللي قاعد يعمله ياسر، وبالتالي هو ما محتاج للباك اليمين يساعد ياسر، الباك اليمين يسد ورا ياسر، إذا انقطعت الكرة لأي سبب من الأسباب يكون في زول موجود قريب بحيث إنه يفوز. برضو دي الطريقة اللي بتحرك بها ياسر وممكن يدخل لجوا، شفناه جاب الهدف الثاني في المريخ بنفس الطريقة دي، وممكن يمشي عشان يعكس الكرة، وده الهدف الأول في مباراة المريخ بهذه الطريقة، ودي نفس الأهداف اللي جابوها في فاسيل، الهدف اللي هنا والهدف اللي تسبب في ضربة الجزاء والهدف اللي تسبب في الهدف الثاني هناك اللي جابه ياسر مزمن نفسه. أيضا اللاعبين الثلاثة ديل مفروض إنهم يتبادلوا المراكز، ويمكن أن يساعدوا دفاعيا إذا كان هنالك حاجة، ليس ضروريا أن يصلوا إلى النهاية لكن إذا كان هنالك حاجة. طيب ليه إحنا بنقول الكلام ده؟ لأن الهلال ممكن ما يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، ممكن يلعب بأربعة واحد أربعة واحد، ممكن يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد، وممكن يلعب بأربعة ثلاثة اثنين واحد. كل هذه المشتقات بتغير شوية في مواقع اللاعبين، وبتغير أيضا في المهام، لأنه أنت ما بتجي تقول أنا داير ألعب بأربعة ثلاثة ثلاثة ساي، انت هنالك منافس، انت داير تعمل شنو مع هذا المنافس وشنو تقديرك للامور هنا. طبعا المفروض انه الثلاثة ديل هم بيحرزوا الاهداف، ده بشكل عام. طيب هنا الهلال محتاج اساسا لجناح شمال، اذا اعتبرنا انه هو وجد ضالته في اثنين موجودين في الجناح اليمين، في ياسر وفي عيد مقدم، الاثنين ممكن اي واحد فيهم يلعب في الحته دي، بدون نقول والله احسن ياتو ولا ما احسن ياتو، لكن الاثنين ممكن يلعبوا في المكان ده، وبالتالي ما عنده مشكله في الجناح اليمين حتى هذه اللحظه، لكن قطعا عنده مشكله في الجناح الشمال، لانه الموجودين هنا لا هم جناح شمال عديل ولا هم جناح شمال اسباني، يعني لا هم جناح شمال انجليزي اللي هو مهمته انه يمشي لغايه النهايه ثم يعكس الكوره، ولا هم جناح شمال إسباني مهمته الأساسية هو الدخول لجوا زي ما بيعمل كريستيانو رونالدو لما كان في ريال مدريد، اللي هو بيمشي بالجناح الشمال وبعدين يدخل لجوا يوسع لنفسه، إما يشوت يجيب جون أو يعمل هجمة خطرة بأنه يلعب باص أو يتبادل اللعب لغاية ما يحرز الهدف، فده نحن ما موجود عندنا. أيضا في الباك في الجناح اليمين ممكن أبازر يلعب في الجناح اليمين مقلوب إذا احتاجوا له يعني، فيبقى ما في، وممكن برضو يساعد في ذلك عثمان مختار ميسي، يبقى في الجناح اليمين تقريبا ما عنده مشكلة، حتى محمد موسى الضي اللي ما لعب لغاية هسي ممكن يلعب في الجناح اليمين، ربما بعد كده تختلف الأمور يعني في الفاعلية بتاعت كل واحد فيهم، لكن هنالك بديل. الشمال ده ما عنده، كل اللي بيلعبوا في الشمال مولفين، يمكن إلى حد ما أبازر
باعتبار انه رجله شمال، لكن ما قاعد يلعب في الشمال ابازر، ابازر اصلا بيلعب باليمين مقلوب وبيكون اخطر. اذا الهلال محتاج لهذه الخانه تحت اي ظرف من الظروف، لابد ان يجيب واحد يلعب في الخانه دي. طيب الهلال سجل مبارك الان، هل مبارك سيفي بهذا الغرض؟ الله اعلم، لغايه ما نجي ونشوفه مع الهلال، لانه اللعب في الوادي غير اللعب في الهلال. اللعب في الهلال حاجه تانية بعدينك، الهلال والمريخ ديل عندهم حاجه تانية يعني، لكن اذا نجح في ان يلعب في هذه الخانه ما في شك بيكون هو من المميزين، لانه بيلعب بالشمال سريع وممكن يلعب يدخل لجوا، ممكن يعني ممكن يلعب الاثنين اللي هو الجناح الانجليزي والجناح الاسباني، الاثنين ممكن يلعب. طبعا في وسط الملعب هنا او في الاسترايكر ما في شك في انه محمد عبد الرحمن هو الاسترايكر الاول، ما في هلال بس حتى في السودان، وهو لاعب يعني حقيقة مهاراته عالية جدا وقادر على أن يخلق الفارق في أي فريق، لكن محمد عبد الرحمن يحتاج إلى بديل. هذا البديل الآن رأيي الشخصي غير متواجد، رغم تواجد الشعلة، الفرق بين الشعلة والهناي كبير، ويحتاج الشعلة إلى أن يعود الشعلة كما نعرفه. محمد موسى خارج التغطية بسبب عدم اللعب وبسبب زيادة الوزن دائما، فدي محتاجة منه لشغل تاني. ما بعرف اسكندر حيعمل شنو، بيلعب كده. أنا شفت مباراة السنة الفاتت كان جيد، السنة قبل الفاتت كان جيد قبل الإعارة إلى شندي، لكن لما مشى شندي ما لعب كويس، ما كان لاعب أساسي، وبالتالي هنالك في سؤال كبير جدا. منير ما راجع لغاية الآن، ما عارفين الحاصل شنو، فهو الراجل ده داير بديل يساعده على الأقل، لأنه ما ممكن يلعب كل 90 دقيقة بتاعت الهلال حتى لو هو بيحب الكورة يعني وعايز يلعب، فلازم لابد له من بديل، هذا البديل يكون قدره في طيب احنا كده انتهينا من الخطوط الثلاثة، بتبقى في مشكلة أساسية هي مشكلة إيجاد مجموعة من اللاعبين الأجانب. بالشكل الموجود هنا الهلال محتاج إلى ظهير أيمن كأجنبي، وإذا حنجيب ظهير أيمن كأجنبي إذا لم يكن يوسف محمد تاني يبقى ما في أي معنى في إنه يجي، إذا لم يكن يوسف محمد ما عنده معنى. الهلال محتاج إلى قلب دفاع تاني على أقل تقدير في مستوى داريو كان أو في مستوى بدري بنون، يعني كحد أدنى عشان يقدر يمشي لقدام. الهلال محتاج اتفقنا على انه الهلال محتاج الى جناح شمال، ومحتاج الى رقم 9 اللي هو بديل او يلعب بجانب، ومحتاج كمان لرقم 10، مركز 10 اللي هو لاعب صانع الالعاب أو اللاعب الذي يلعب تحت ما بالضرورة صانع ألعاب تقليدي، لكن المهم أنا عايز لاعب يلعب تحت الملعب، عايز لاعب في أي خانة أخرى قادر على المراوغة. الهلال عدد اللعيبة اللي بيقدروا يعملوا مراوغة بسيطين جدا، وأنا أتحدث ما بتحدث عن المراوغة بتحتج على الكورة بجانب وتمشي بها تجري تحصلها، أنا عايز واحد يحاور عديل لأنه ده بيقدر يوجد الحلول، ومحتاج يعود لاعبينه اللي بيصلوا هنا الى التسديد من خارج منطقة الجزاء، لأن الهلال ضعيف جدا في التسديد من خارج منطقة الجزاء الا لماما حتى تشوف القصة دي. لا احنا عايزينها تكون مسألة سبونتينيوسلي، بمجرد ما تجي هذه المنطقة او منطقة قريبة منها تشوت وتجيب وتحرز اهداف يعني. بكده بنكون انتهينا من الثلاثة أماكن،
لكن يعني من الثلاثة خطوط، لكن لسه ما انتهينا في لم نحضر لم نجي للحديث المهم اللي هو كيف تخلق المساحات وكيف تضيق. أنا أتكلم بعد الفاصل إن شاء الله. طيب، ما يميز ريكا أو فورميزينهو هو إنه راجل دايناميك، يعني بيختار للمباريات التنظيم الذي يتناسب مع هذه المباراة. ليه؟ لأنه ما بيتعامل مع فريقه بس، وإنما بيتعامل مع الفريق المنافس، وهو في نفس الوقت عايز يبني الفريق، وبالتالي بيحاول يعود اللاعبين على عدد كبير جدا من التنظيمات. لذلك هو مثلا في كثير من المرات يقول لك يا أخي أنا ما داير أعمل اسمه شنو ده، ما عايز مباريات ودية، أنا عايز تدريبات. ليه؟ لأنه التكتيك أو التنظيم أو كيف اللاعبين ينزلوا كيف يطلعوا مع بعض وبتاع ده داير تدريب، فبيفتكر انه ما في داعي لضياع الوقت او يوم ممكن يعود اللاعبين على حاجه يقوم يشغل باله بمباراه. في ناس ممكن تكون ضد هذا الكلام، ده موضوع اخر، لكن ده هو طريقه تفكيره. ده التنظيم اللي عايز يلعب به في النهايه، اللي هي 4-3-3 بمثلث وسط يتكون من ثلاثة لاعبين، هذه أولئك الثلاثة لاعبين، هذا المثلث رأسه باتجاه مرمى الهلال، و يعني هنا ده المجموعة الاثنين الديل باتجاه مرمى المنافس. طيب احنا اخترنا هنا حنجي للحتة بتاعت 4-4-1 ده اللي لعبه أمام المريخ المباراة النهائية، وشلنا نفس الارقام اللي لعبت خدتناها في الثلاثه ديل كلهم اللاعبين ذاتهم اللي لعبوا كويس. فهو اختار في مثلا في مباراه المريخ انه يلعب ب 4-1-4-1، وقلنا هنا اختار ان يلعب ببوجبا باعتباره الريجيستا وفي نفس الوقت انتاي بوزيشن 10. دي مسألة مهمة جدا، وهو ما القصة دي ما ساينا أنه هنا في لاعب خطير جدا بيجي في المنطقة دي أو في المنطقة دي هو التش، فما لعب ساي. نجي برضو لعب عدد كبير جدا من المباريات بالتنظيم 4-2-3-1، وأيضا لعب مباريات قليلة جدا ب 4-3-2-1. في كل الست شهور اللي فاتت هو كان بيجرب، بعيدا عن انه فاز بالدوري ولا ما فاز بالدوري وكده، بعيدا عن ده كله، لكن هو كان بيجرب عشان يشوف لاعبينه ديل بيحاول يغير من الاسلوب بتاع الهلال من اسلوب دفاعي صرف الى اسلوب فيه مشاركه في الهجوم، لانه بيلعب بشكل هجومي، وايضا بيحاول ان يقلق كل المساحات بالنسبه للمنافس بالطريقه اللي بيراه، وده السبب اللي خلاه يلعب بعدة طرق، وده المتخيل في انه حيلعب في المرات الجاية بعدة طرق اعتمادا على المنافس. يعني انا عارف قوتي شنو، عارف ضعفي وين، وفي نفس الوقت قريت كويس المنافس بتاعي وقريت كويس نقاط ضعفه ونقاط قوته، وبالتالي ما ساختاره يتناسب مع هذا الامر. فده الوضع الحاصل الآن، وبفتكر إنه هو أدى بشكل جيد ومناسب، استطاع أن يفوز بالدوري ولعب معظم المباريات بشكل جيد، وحقه ما يحاكم أبدا لسبب بسيط جدا، لأنه هو أراد بهذا الأمر أن يختبر فريقه. هو لغاية الآن بيتعرف على الفريق، لغاية الآن ما كل اللاعبين لعبوا معه، لغاية الآن بيحاول أن يخرج الفريق من قمقم اللعب التقليدي إلى اللعب العالمي، وبالتالي هو محتاج أن يجرب أي حاجة. في رأيي أنا الشخصي نجح في ذلك، واستطاع أن يفوز بالدوري الممتاز وأن يعيده مرة أخرى إلى الديار الزرقاء. فاصل ونواصل.
زي ما نحن عارفين انه الكورة دي حالتين، ما في ثلاثة احوال، حالتين، يا اما الكورة عندك وبالتالي انت بتبني في هجمة، اي انت في حالة الهجوم، ممكن نقول والله انت في حالة استحواذ وعايز تهاجم، او الكورة ما عندك وانت تريد ان تفتك هذه الكورة او تدافع عن مرماك. دي الحالتين الاساسيات الموجودة في اي مباراة لكرة القدم بغض النظر عن منه. طيب الهلال لما الكورة تكون عنده عايز يعمل شنو؟ يعني بحسب فكر زولنا ده اللي هو ريكا، بحسب فكر ريكا ده، طيب هو داير يعمل شنو؟ يعني شنو اللي هو عايز يعمله عشان، طيب اول حاجه هو ممكن ان يلعب قلنا بطريقه الاستحواذ وبطريقه اللا استحواذ. في حاله الاستحواذ هو بيستلم الكوره عشان يفك البازل بتاعه الفريق المنافس، بيعمل شنو؟ ينتقل مرحليا مفروض، او باص طويل او تمرير ارسال طويل. وفي الحاله دي كل لاعبين الهلال بيكونوا هنا، الغرض من القصه دي هو الاستفاده من هذه او خلق فرص من خلال هذه المساحات. كيف؟ انه انا استفيد من طرفي الملعب، وبالتالي انا بشد الملعب الى اطرافه. دائما الهلال يشد الملعب من مكان واحد، اما اليمين او اليسار. بمجرد ما شد الملعب في مكان مثلا في اليسار هنا، طوال اللاعب في اليمين بيخش خط 18، ديل كلهم بيخشوا في خط 18 وبيضغط على المنافس الى قدام. طيب بيضغط على المنافس عشان يعمل حاجتين، انه يلعب في المنطقة بتاعت الهاف سبيسز دي، وبيلعب في زون 14، وبيلعب بين خطوط الفريق المنافس، وبالتالي يستطيع ان يسيطر عليه. طيب هل القصه دي حصلت عمليا؟ نعم، حصلت عمليا سنه 2017 حينما لعب الهلال مع المريخ، وفاز الهلال على المريخ 2-0 بهدفي سموئل وشيبولا. المدرب الفاتح محمد الفاتح عمل نفس العمليه اللي بيعملها الان، اللي هو انه يلعب داخل وسط المريخ، يلعب في ملعب المريخ ولا يترك المريخ يمشي الى ملعبه. وبالتالي دي كانت فك العقده او فك البازل، اصابه الهدف وتحقيق النجاح المطلوب من هذه المباراه. ده الغرض الاساسي. ريكا عمل نفس القصه في مباراه المريخ الاخيره، لكن لعب بشكل مختلف. في الشوط الاول ترك للمريخ الاستحواذ، القصد كان هو انه يمنع المريخ من احراز هدف في الشوط الاول، ترك للمريخ الاستحواذ، قفل تماما، لعب بانتايت بوزيشن 10 وقفل كل مفاتيح اللعب في المريخ، وقدر ان ينجح وسكسيد، استفاد من زون 14 جدا، استطاع ان يخرج لاعبين المريخ من اماكنهم، المدافعين المريخ من اماكنهم، واستطاع ان يحرز هدفين، وكان يمكن للغلة ان تزيد، كان ممكن. في الشوط الثاني لعب المريخ الهلال بانه يلعب، انتقل الهلال من اللعب في ملعبه الى اللعب في وسط ملعب المريخ، وبالتالي خلق كون هذه المساحات واستطاع الاستفادة منها وأحرز هدفين. يبقى أهم حاجة في تفكير ريكا إنه يخلق مساحات في منتصف أو في داخل ملعب المنافس، ويبعد المنافس عن هنا. هنجي نتكلم عن القصة دي في الجاية، اللي هو تضييق المساحات. يبقى دي الخطوة الأولى اللي قاعد يعملها فورميزينو، اللي هي بناء هذه المساحات واللعب فيها والضغط على المنافس في هذا المكان. وده بيبدأ أيضا بعمليات التسلل إلى هذه المناطق رويدا رويدا حتى يتم السيطرة عليها بشكل تام. وشفناه، شفنا كيف أبازر
في الشوط المباراة الأول استطاع أن يقضي على الجانب الأيمن تماما، لما جاء ياسر مزمل لقى المسافة سماح مداح أو سداح مداح ومشى وقدر يحرز، يعني يعمل أسيست لهدف جميل جدا لمحمد عبد الرحمن، ثم يحرز هدف هو نفسه بنفس الطريقة بتاعت بناء مساحات داخل ملعب المنافس. فاصل ونواصل. طيب الهلال فقد الكرة، المنافس الآن عايز يهاجم، فأول حاجة بيعملها الفورميزينو ولاعبينه إنهم يقوموا يغطوا هذه المساحات ويمنعوا المنافس من بناء مساحات داخل منتصف ملعب الهلال. فاللي احنا الدائرتين اللي احنا شفناهم من الناحية الثانية اللي بيحاول يبنيهم الهلال يمنع الناس من انه يستفيدوا منهم، ثم يقلق المساحة بتاعت الهاف سبيسز دي، يقلقها تماما وبالتالي يمنع اي تسلل سواء في الجوانب او في بين الخطوط طوليا او عرضيا، يمنع من المنافس من الدخول. وأول حاجة يبتدي مرات كثيرة جدا بيبدأ بالضغط العالي أو الضغط المتوسط، ثم في النهاية بيلجأ إذا فشل في كل ذلك أو سرعة لاعبين المنافس كانت كبيرة بيقوم يعمل حاجة جميلة جدا جدا، يرجع بكلياته يغطي هذه المسافات ويعمل كل هذه التغطية، وبالتالي يستطيع أن يفعل ما يشاء في المنافس مهما كان هو لاعب بأسلوب الاستحواذ أو أسلوب اللا استحواذ. في كلا الحالتين يقفل تماما، ما يسمح للمنافس بأنه يتحرك، ما يديه أي منافس كبير، وبعدين يقلل عدد اللاعبين اللي بيعملوا أخطاء أمام خط ال 18 ويستفيد من زون 5، يقلق زون 5 دي تماما. زون 5 هي نفسها زون 14 لدى المنافس، اللي هي نحن لو شفتوا الجزء قبل ده هتلقاها موجودة هنا مكتوب على زون 14 زي دي كده. فزون 5 هنا بيقوم قافله تماما، اللي هو ما بيسمح لأي لاعب أن يمر هنا بواسطة هذا الثلاثي. بيعمل حاجة تانية احنا كان شفناها في المرات الفاتت، اللي هو زي عملية الانتاي بوزيشن تندي، بيعمل مجموعة من الجزر يعزل فيها لاعبين المنافس، خاصة لو كانوا من النوع الدريبلرز اللي هم اللي بيقدروا يراوغوا كده، فبيعمل القصة دي عبر جزر. هذه الجزر تمنع حركة المراوغ خارجة، يخلوه محجوز في الجزيرة دي، لا يقدر يلعب باص لا يقدر كده، في النهاية هو من التعب بيسيب الكرة ويمشي. كده بنكون فهمنا، بنحاول نفهم أو كده بنكون فهمنا كيف يفكر ريكا. ريكا محتاج إلى لاعبين جدد، خاصة إذا إحنا بنتكلم على مباريات أفريقية مع فرق عالية المستوى زي الأهلي المصري، الزمالك المصري، بيراميدز. إذا لعبت معه فرق المغربية، الرجاء، الوداد، الفرق الجزائرية، الاتحاد، مولدي، الفرق التونسية، الرجاء وعفوا الترجي والنجم الساحلي وغيرهم، أيضا سان داونز، مازيمبي، دي كلها فرق عالية المستوى. وحتى الآن في تنزانيا في سيمبا الآن، وفريق كبير جدا وفريق بالضرورة التعامل معه بحذر وكده. لذلك من الواجب على الناس إنها تكون واضحة جدا وكيف تتعامل مع هذه المباريات، وأيضا كيف يمكن دي دائرة مهارات ودائرة لاعبين مستوان عالي جدا، وبالتالي الخيارات الأجنبية يجب أن تكون خيارات عالية المستوى نمرة واحد، وفي المراكز النادرة التي لا يوجد بها لاعبين سودانيين. بكذا نكون انتهينا من ريكا. نعتذر للإخوة في المريخ لأنه ما حنقدر نعمل تحليل زي ده، إحنا ما عارفين
من الذي سيستمر؟ هل جرازيتو هيستمر؟ هل هيجي راجع كلارك؟ هل هيجي واحد ثالث؟ ما معروف. فما ما يعني كمان ريكا في الهلال لعب لنصف موسم، ما في واحد من ديل لعب لنصف موسم عشان نقدر نقيم هو ممكن يفكر كيف. جرازيتو يمكن أن نقيمه على أساس ما هو قديم، لكن حتى هذه اللحظة نحن لا ندري إن كان سيستمر أم لا. استمراره حسب ما سرب إنه نتيجة للظرف اللي موجود فيه المريخ ده، لكن هذا الظرف قد يتغير في أي لحظة من اللحظات، ويعود المريخ متألقا مرة ويعود المريخ متألقا مرة أخرى يهز الأرض تحت أقدام المنافسين. فنعتذر لهم، ما حنقدر نعمل حلقة مثل هذه الحلقة لأنه لا نستطيع أن يعني أن نحلل هذه الأمور بالطريقة الصحيحة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. نعتذر لطولة، لكن ده تحليل، ده يا جماعة ما خبر، وبالتالي يستطيع أن من الصعب جدا انك انت تختصره في 10 دقائق او 15 دقيقة. يعني نعتذر، نعرف مشكلة الميجا بايتات وكذا، وده كله بنعرفه، لكن يعني هذا حالنا مع الكرة السودانية. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله. صلاح البشير.